اوكي في فيديو سابق حكينا عن بعض تسريبات الايفون 14 القادم 2022، لكن معظم هاي التسريبات او بالمجمل كانت عبارة عن التصميم العام، لانه بعض التفاصيل الدقيقة ما راح نعرفها الا مع الوقت، يعني مع مرور الوقت راح نعرف تفاصيل اكثر، مثل الشغلتين اليوم راح نحكي عنها او التسريبين اليوم اللي راح نحكي عنهم اللي راح يغيرون نوعا ما وجهة نظرنا عن الايفون القادم. اول وحدة هي الكاميرات او الكاميرا الرئيسية اللي اخيرا ابل قررت انه تستبدل ال 12 ميجا بكسل باربع اضعافها، يعني 12 في 4 راح يكون عندها 48 ميجا بكسل، وهذا الشيء مو جديد بالنسبة لمستخدمي اندرويد او بالنسبة لاجهزة اندرويد، لانه سبق وشفنا كاميرات كثيرة من ضمنها سامسونج وجوجل مؤخرا بدأت تتغير اكثر من 48، وهذا الشيء راح ينتج عن شيء مهم جدا اللي هو ال 8K. واعرف مفهوم ابل في التعامل مع الارقام، هي ما تحب الارقام، ما تحب لغه الارقام، ما تحب تقول انه انا عندي كاميرا مثلا 48 ميجا بكسل، ولا تحب تقول انه انا عندي بطاريه تدعم 4000 ملي امبير، ولا تحب تقول انه انا عندي مثلا شاحنه تدعم هالقد وات. كل هاي الاشياء، كل هاي الارقام ابل ما تحب تحكي عنها. ابل تحب تحكي انه تعطيك مثلا صوره حلوه، انه تعطيك مثلا فيديو حلو، انه مثلا تعطيك عدد ساعات استخدام، مثلا تعطيك امكانيه استخدام، وكل هاي الامور وصرف طاقه اقل وكل هاي الاشياء الاخرى، لكن ما تحب تحكي بلغه الارقام، لذلك هي ابدا ما تروج لبضاعتها من خلال الارقام. طيب ليش ابل اخيرا قررت انه تروح تستخدم كاميرات او عدسات اكبر اللي هي 48 ميجا بكسل بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، طبعا فقط وحصريا للكاميرا الرئيسية، واللي راح يكون على الأكثر فقط وحصريا لسلسلة البرو اللي هي البرو والبرو ماكس من سلسلة الايفون 14. واحد من الأسباب انه راح تعطيك إمكانية انه تصور 8K، حتتنافس أجهزة اندرويد مثل سامسونج، لازم انت تسوي هذا الشيء، لانه 12 ميجا بكسل كاميرا رائعة تعطيك إمكانيات حلوة، لكن ما تقدر تصور 8K، تقدر تصور فقط 4K. 4K جيد، لكن المستهلك او المستخدم يحب يشوف امكانيات جديده، على الرغم انه ما زال معظم الناس ما عندها شاشات تقدر تعرض هذا المحتوى، كثير من الناس انه ما عندها اصلا شاشات تدعم محتوى 4K، فشنو الفائده من 8K؟ لانه هي شغله مستقبليه. فهاي واحد من الاسباب اللي خلت ابل انه تنافس شركات اندرويد من خلال تطرح عدسات 48 ميجا بكسل. الشيء الثاني اللي راح يساعد همينا مو فقط بالفيديو لكن همينا بالصور، يعني تخيل انت تاخذ صوره ب 12 ميجا بكسل وين تاخذ صوره ب 48 ميجا بكسل، وتقدر تاخذ هذا 48 تقسمها لاربع، يعني كل اربع بكسلات تجمعهم تعطيك بكسل واحد، اكيد بالنهايه راح يطلع لك 12 ميجا بكسل. الامكانيات اللي راح تقدمها الكاميرا هذه راح تكون اكيد افضل بهوايه من الايفون 13 او 13 برو ولا 13 برو ماكس الحالي، لانه مثل ما قلنا تعطيك 8K وتعطيك عدسه تصور لك باربع مرات بكسلات اكثر من الوقت الحالي. الشغله الثانيه اللي تم تسريبها اللي هو الرام، مثل ما نعرف انه ابل همنا ما تستخدم رام هواي، مثل ما قلنا لغه الارقام ابل ما تحب تستخدم رام هواي، لكن تحب تستخدم اجهزه تدعم مثلا رام عادي او رام متوسط الحجم، بنفس الوقت مع امكانيات السوفت وير مع امكانيات المعالج تعطيك اداء عالي جدا، مو مثل اجهزه اندرويد اللي تستخدم 8 و12 و16 جيجا بايت، ابل ما تحتاج هاي الارقام الهائله حتى تعطيك هذا الاداء الرائع. لكن واحد من تسريبات المخرجات انه ابل راح تزيد الرام بمقدار 2 جيجا بايت، يعني بالنسبه لل14 وال14 ماكس راح يكون عندنا 6 بدل ال4 جيجا بايت، وبالنسبه للبرو والبرو ماكس راح يكون عندنا 8 بدل ال6 جيجا بايت اللي موجوده حاليا. هذا الشيء هل هو مرتبط بالكاميرات واداء الكاميرات وال8K ام لا؟ هذا الشيء مو معلوم، لكن اكيد هاي الزياده راح تكون في صالح ابل، وتعرف ابل شلون توفق بين الرام والمعالج وبين مثلا الشحن وكل هاي الامور الثانيه حتى تعطيك افضل كومبينيشن انت راح تحتاجه بالمستقبل. فبالنسبه للايفون القادم راح يكون كالاتي: تصميم يشبه الايفون 4 بنفس الحواف التيتانيوم والفتحات مال السبيكرز، نفس اللايتنينج بورت اللي حاليا نستخدمه، نفس الكاميرات اللي راح تكون تقريبا مبنيه داخل الجهاز، لكن ما اعرف شو راح يكون خصوصا مع ال 48 ميجا بكسل. نشوف ابل شو راح تسوي هذا الشيء، هل راح يكون الموبايل مثلا اسمك نوعا ما او لا. الشيء الثاني نعرف انه راح يكون اكيد عندنا معالج جديد اللي هو الاي 16 بايونيك، اللي راح يكون على اكثر مبني على اساس 3 نانومتر، ممكن يكون 4 ممكن 3، لكن اكيد راح يكون اصغر من 5 نانومتر. اضافه الى رام راح يكون عندنا 2 جيجا بايت رام اكثر مثل ما قلنا ومثل ما ذكرنا حاليا، فهذا 2 جيجا بايت راح تساعد في اداء الموبايل
انه ينطيك افضل اداء ممكن، اضافه الى انه الكاميرات الشغله الاخيره اللي عرفناها انه هي الكاميرا الرئيسيه راح تكون عندها 48 ميجا بكسل. هذا بالنسبه للايفون 14 اللي راح يكون باربعه احجام او باربع موديلات، اللي هو الايفون 14 اللي راح يكون ب 6.1 انش، وبعدين راح يكون عندنا الايفون 14 ماكس بدل الميني راح يكون عندنا ماكس نفس الحجم مال الايفون 13 برو ماكس، لكن بامكانيات ال14 العاديه بدون البرو، بدون الكاميرا الاضافيه، بدون 120 هرتز. بعدين راح يكون عندنا البرو اللي هو ال14 برو وال14 برو ماكس. اذا راح يكون عندنا حجمين صغار 6.1 انش، واحد منهم برو واحد مو برو، وبعدين عندنا اثنين كبار واحد منهم برو واحد مو برو. وبالنسبة لسلسلة البرو مثل ما ذكرنا سابقا في فيديو سابق عن تسريبات الايفون 14 انه الكاميرا الامامية او الشاشة راح تكون بدون ناتش. اخيرا هذه اول مرة او اول خطوة راح تخطيها ابل بهذا الاتجاه بعد ما ظهرت الناتش في العام السابق بمقدار 20%، هاي المرة راح تتخلص من عندها نهائيا وتخلينا فقط فتحة الكاميرا الامامية. هل هاي الكاميرا الامامية راح تدعم الفيس اي دي ام لا؟ راح نشوف هذا الشيء في شهر سبتمبر القادم ان شاء الله. او هل راح تخلينا ابل بصمة اليد في الشاشة او لا؟ همنا راح نشوف هذا الشيء في شهر سبتمبر القادم ان شاء الله. هذا كل شيء نعرفه حاليا عن الايفون 14. ممكن تكون بعض التسريبات اللي ذكرناها دقيقة، ممكن تكون بعضها غير دقيق، ممكن تكون بعضها صحيحة، ممكن تكون غير صحيحة، فلا تعتمدون على هذا الكلام 100% لان هاي مجرد تسريبات. طيب هسه السؤال، بما انه عرفنا كل الشغلات اللي نعرفها حاليا عن الايفون 14 القادم، هل يستحق الانتظار او تشتري الايفون 13 اللي موجود حاليا لو انت محتاج موبايل؟ برايي الشخصي لو انت محتاج موبايل وموبايلك مثلا قديم مثل ما نقول 10 واقدم، ايفون 10 ايفون اكس واقدم، اكيد انه الافضل تشتري حاليا ال 13، خصوصا لو كان مثلا البطاريه مالتك منتهيه، خصوصا لو يعني كثير من الشغلات مثلا تدعوك انه تشتري حاليا الايفون 13. لكن لو عندك الايفون 11، لو عندك الايفون 12، لو عندك ايفون 13، برايي الشخصي انه تنتظر، لانه هذا الانتظار راح يعطيك امكانيه انه انت تغير الى موبايل مختلف جدا. يعني ثلاث اجيال، لو تترك ثلاث اجيال دائما لي قدام، يعني لو عندك موبايل حاليا ثلاث اجيال او اقل فلا تشتري الايفون 13. لكن مثل ما ذكرنا لو عندك اقدم من ثلاث اجيال مثل ايفون 10 اكيد يستحق انه حاليا تشتري الايفون 13، لانه التوفر هو مهم جدا، لانه الموبايل مو فقط من يتم طرحه، كثير من مناطق العالم حاليا ما زالت ما عندها الايفون 13، ما زالت الناس تنتظر، حتى مثل البلاي ستيشن، بلاي ستيشن 5. لكن مساله البلاي ستيشن 5 هي مشكله في السيوله ومشكله في بعض الاشياء اللي ما زال الناس ما تقدر تحصل على هذا الجهاز. ف لازم تخلون بحسبان انه مو فقط الاعلان الرسمي مهم او الاصدار او البري اوردر هو مهم لبعض الناس، لبعض المناطق مهم جدا هو التوفر اللي يبدا بعد شهرين او ثلاثه مثل ما هو حاليا بالنسبه للايفون 13. طيب شنو هي الاشياء اللي تحبون تشوفوها بالايفون 14 القادم؟ بالنسبه لي انا احب اشوف اشياء كثيره، من اهمها طبعا كنت احب اشوف انه المنفذ يتغير الى يو اس بي سي، لكن هذا الشيء ومثل ما نعرف انه ابل ما راح تسويه نهائيا، خصوصا بهاي الفتره، فتره السنوات القادمه، لانه مستقبلا راح يتغير الى بورتلس، يعني راح يكون الجهاز بدون منفذ شحن. الشيء اللي احب اشوفه بالايفون 14 القادم هو لون اسود مات. اتمنى انه ابل تصنع لنا هذا اللون الاسود الخرافي المات، اللي يكون الظهر مات واللي يكون الاطار الستانلس ليد هم مبني من لون مات، يعني لون طافي ما يترك اثر بصمات. هذا واحد من الاشياء اللي اتمناها، يعني مجرد لون. الشيء الثاني اللي اتمنى اشوفه اللي هو شحن اسرع. نعرف انه احنا حاليا الايفونات تدعم شحن 20 واط، ابل مو من النوع اللي راح تقدم لك 60 او 70 او 80 او 120 واط، ايا كانت امكانيه اللي تشحن بها بعض الاجهزه هواتفها. ابل تحب تحافظ على جهازك انه يبقى فتره طويله، تشحن ب 20 واط امكانيه جيده لا باس بها، لكن بنفس الوقت تحافظ على موبايلك انه يبقى عمر طويل. يعني هاي الامكانيه مال الشحن اذا كان اسرع راح ياثر على عمر البطاريه مالتك، لذلك اتمنى مثلا اشوف 25 واط. يعني هاي الزياده 25% راح تؤدي الغرض، راح تعطيك امكانيه افضل، يعني على الرغم انه ال 20 واط حاليا مو قاصره. فاللون الشحن الاسرع اللي يدعم 25 واط، الشحن العكسي مهم جدا بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم ايربودز، خصوصا اذا كانت البطاريه اكبر هاي السنه بسبب سمك الجهاز اللي من المتوقع يكون اسمك. فهل راح نشوف هاي الاشياء البسيطه او لا؟ هذا الشيء ينتظر الرد عليه ان شاء الله في شهر سبتمبر القادم. بالنسبه لكم شنو الاشياء اللي تحبون تشوفوها بالايفون 14 القادم؟ اتركوا لي اياها بالتعليق،
او اذا كان يستحق الانتظار او لا. وبس هذا كان فيديو اليوم عن كل شيء نعرفه عن الايفون 14 القادم او سلسله الايفون 14 القادمه ان شاء الله. وكالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك، تشتركون بالقناه، تفعلون زر الاشعارات. سلام.